السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي، قناة مطبخ توتا فود. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم فيديو، هنعمل أكلة سريعة ومش مكلفة وفي نفس الوقت مغذية والأطفال كلهم بيحبوها، ان شاء الله تعجبكم. هنعمل مع بعض المكرونة بالصوص وايت، ان شاء الله تنول اعجابكم، وان عجبتكم اوعوا تنسوني في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبتدي الفيديو مع بعض ونشوف هنعمل المكرونة ازاي. دلوقتي انا مجهزه نص كيلو فراخ بانيه، قطعتها قطع صغيره وحطيتها في طاسه سخنه كويس قوي، وهسيبها لما تاخد تسويه بسيطه جدا. زي ما انتم شايفين اهو، حطيت لها حبه فلفل اسود تاخد ميتها، وهبتدي اسيبها تشرب الميه بتاعتها. زي ما انت قلبيها كويس، خلي ايدك فيها وسيبيها شويه صغيرين اهي. خلاص بصوا الميه بتاعتها اتشربت. هحط دلوقتي البصل، انا مقطعه بصله كبيره مقطعاها مش بشرها، وهحطها على الفراخ. مش عايزه البصله تدبل خالص، زي ما انتوا شايفين كده هقلبه كويس. طبعا الوجبة دي مغذية جدا جدا جدا، لان فيها برضو هحط فيها فلفل الوان، والفلفل الالوان مغذي جدا. دلوقتي هحط فلفل الالوان، لو عندك فلفل اخضر اصفر احمر المتوفر عندك حطيه، برضو مش ايدك ان انت تجيبي حاجة من بره، لا المتوفر عندك في البيت اعمليه. بس انا حبيت لان الولاد مش بياكلوا الخضار قوي، فحبيت ان ادخل لهم الخضار في اكلة زي دي، فالفلفل من ضمن الخضروات ومفيد جدا، فحبيت ان انا اضيفه في مع الفريخ. ممكن لو عندك مشروم تحطي مشروم. دلوقتي حطيت انا الملح بتاعي، بس انا طبعا مش متوفر عندي المشروم عشان كده ما حطيتش. هحط حبه ثوم باودر وبصل باودر، طبعا توابلك اللي انت تحبيها حطيها. مش متوفر عندك الثوم والبصل البودر، حطي حبه ملح وفلفل اسود وخلاص، برضو هتبقى طعمها جميل وهيبقى طعمها لذيذ. انا بسهلك كل حاجه. حطيت حبه بهارات فراخ، حبه صغيرين عشان انا مش عايزه اكتر في الاكله دي البهارات. وطبعا حطيت حبه كاري صغيرين جدا، برضو ما كترتش عشان مش عايزة اغير لون الفراخ، ومش عايزة الفلفل يدبل، عايزة الخضار كله يبقى زي ما هو، ما يبقاش مهري. وخلاص اهي استوت الفراخ معايا، هشيلها من على البوتاجاز. ودلوقتي هعمل معاكم الصوص وايت. انا حطيت حلة فاضية على البوتاجاز، هحط فيها زبدة، معلقتين زبدة حلوين، هسيبها تقدح شوية او تسخن جامد. بعد ما هسخنها كويس قوي، وزي ما انتوا شايفين كده هبتدي احط الدقيق، معلقتين تلاتة اربعة، حطيت اربع معالق دقيق، وهقلبهم في الزبدة كويس قوي. لازم تقلبيهم كويس، وهشيلها دلوقتي من على النار وهسيبها تهدى. ودلوقتي انا هحط نص كمية اللبن اللي عندي، الاربع معالق دي هحط عليهم كيلو لبن، فانا حطيت نص الكمية، وهقلبه كويس قوي. وهسيبه شوية على البوتاجاز لحد ما يسخن شوية والقوام يبتدي ان هو يتقل سنة. انا مش عايزه قوام تقيل، انا عايزه قوام خفيف، ولا تقيل ولا خفيف، يعني في وسط كده. هوريكم التقل اللي انا عايزاه. لازم تبداي تقلبي فيها كويس قوي. الصوص وايت ده بيبقى حلو جدا في المكرونه، وبجد والاولاد بيحبوه قوي وهيعجبكم، وبيعجب الاولاد وبيخلي الاولاد الصغيره كمان تحب تاكل المكرونه.
اهو دلوقتي سخنت شوية وابتدى القوام يتقل معايا، هقوم جايبة نص الباقي اللبن هفضيه وهقلب كويس قوي. لازم تبتدي تقلبي فيه كويس علشان القوام ما يتقلش منك وما دي ما يكلكعش، فلازم تبتدي تقلبي حلو قوي. اهو انا قلبت كويس قوي، لازم يبقى ايدك فيه. هسيبه يا دوبك كده، هبتدي بقى احط، لو عندك كريمة خفق حطي، ما عندكيش مش متوفرة عندك. انا حطيت قشطة، عندي قشطة، حطيت معلقتين قشطة، بتدي الصوص طعم جميل جدا. إيه هتفرق قوي معاكي معلقتين القشطة اللي انت هتحطيهم. هتقلبيها كويس، هتبتدي تقلبي فيها. هبتدي بقى احط دلوقتي التوابل بتاعتي، هحط الملح وهقلب، وكمان هحط حبة ثوم بودر وحبة بصل بودر. وطبعا هحط دلوقتي الفلفل الاسود، ده حاجة اساسية. القوام ابتدى يتقل معايا، عشان كده بقلبه على طول. حطيت حبة فلفل اسود حلوين. طبعا طبعا الصوص ده ما بتحطلوش بيض او اي حاجة، هي بس يا دوبك الدقيق والزبدة والقشطة او كريمة الخفق اللي متوفر عندك. ادي القوام ابتدى يتقل زي ما انتوا شايفين كده اهو، بسهر لكم بالمعلقه احسن. هسيبه برضو شويه لسه. لا هفضل برضو اقلبه شويه عشان لسه القوام مش ده اللي انا عايزاه. بص ابتدى يتقل اهو، خلاص دقايق وهشيله من على البوتاجاز اهو. خلاص ده القوام اللي انا عايزاه. هحط بقى صينيه الفراخ تاني، هقلبها كويس وهبتدي انزل بالصوص على الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. بجد بتبقى طعمها تحفه قوي، جربوها هتعجبكم جدا وهتعجب اولادكم. ووجبه سريعه وتنفع في العشاء، انا عاملاها كوجبه عشاء. نزلت الصوص كله على الفراخ وهقلبه، هقلب الفراخ كويس قوي. عايزه تكتري الفلفل كتري، عايزه تحطي مشروم حطي، اللي تحبي تعملي بيها اعملي بيها، المهم ان هي بتدي بجد طعم جميل قوي. بيبقى طعمها بجد تحفه، ووجبه خفيفه جدا جدا جدا، يعني خفيفه جدا كمان للعشاء. انا دلوقتي سلقه مكرونه قلم زي ما انتوا شايفين كده، سلقاها وكنت سايباها. هحطها دلوقتي على الصوص زي ما انتوا شايفين كده، ايه الكميه اللي انت عايزاها، وهقلبها كويس مع الصوص اللي انا عملته، الصوص وايت. بجد الطبق بره بيتباع من المكرونه بالصوص وايت، بيتباع غالي جدا ومش ضامنه بيتعمل ازاي، بتبقى حاجه نظيفه لما انت بتعمليها في البيت. ودلوقتي وهي سخنه كده قوي، اي نوع جبنه عندك متوفر، شيدر، موزاريلا، اي جبنه بتحطيها، رومي، اي حاجه. انا حطيت جبنه شيدر وهي سخنه. ودلوقتي اجي بعد ما غرفتها زي ما انتوا شايفين كده، هحط كمان، هزود عليها جبنه شيدر غير اللي انا حطيتها. لو انتي مش متوفر عندك ومش حابه ما تحطيش، بجد حلو قوي لما بتزودي فيها اي نوع جبنه عندك، بجد طعمها حلو قوي وريحتها جميله جدا. ان شاء الله هتجربوها، وجربوا الوصفة هتعجبكم ان شاء الله.
وان عجبكم فيديو النهاردة اوعوا تنسوني في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.